مرحبا، أهلا وسهلا فيكم، سلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا، لقاء خاص على كنار تي في صوت العرب من كندا. أنا محدثكم جمال الشريف من أوتوا العاصمة الكندية. كما عودناكم في هذا اللقاء أو في هذا البرنامج أنه نلتقي مع شخصيات في المجتمع العربي سواء في داخل الوطن العربي أو خارجه، شخصيات وضعت بصمة على مستوى التاريخ، شخصيات سنتذكرها اليوم وغدا ونتعلم منها الكثير. قد لا تكون الشخصية جميلة مميزة، مع أنه شخصيتنا اليوم جميلة جدا، ولكنها قد تكون inspiration أو هي دليل لمستقبل الشباب، قد تعلمنا الكثير منها. ودائما وأقولها بكل فخر أن كل ضيوفي في هذا البرنامج أنا شخصيا أتعلم منهم الكثير، أتعلم من صغيرهم وكبيرهم. اليوم شخصيتنا خرجت من غزة، غزة الصمود، غزة الإباء، غزة هاشم، خرجت من شواطئها إذا استطاعت، طبعا لا أحد يخرج من الشواطئ، يخرجوا من معابر يجلسوا عليها أياما وليالي، إلى السويد. بدأت كأي مهاجر بعمل بسيط جدا، سنتعرف على هذه الأعمال التي قامت بها، وبدأت بأشياء بسيطة حتى أصرت أن تدخل معترك السياسة وأصبحت رئيسة لمجلس بلدية مدينة أولفسترينغ. إذا لفظت صح حنتأكد. خلينا نرحب جميعا بالسيدة تمام أبو حميدان. أهلا وسهلا فيك أستاذة تمام. أهلا فيك دكتور جمال، وشكرا جزيلا على التقديم الحلو. بس لفظ المدينة عشان إذا غلطت فيها الناس تعرف أكثر. مدينة أولفستروم، وهي مدينة بتقع في بلاكينج، محافظة هون بالسويد. نعم، أهلا وسهلا، فلفظت تقريبا صح. الله الله يعين، كنت في السويد وفي ألمانيا على المدن 17-18 حرف اختصر. ايه بالضبط، مش عارفة. طيب أستاذة تمام، طبعا احنا بنتشرف فيك. تمام هي يعني قد تكون inspiration للشباب والصبايا اللي خارجين خارج بلادنا العربية في الدول الأجنبية وخاصة في أوروبا. كتير بنسمع عن موضوع العنصرية وعن أمور هاي، لكنك انت شقيتي الموضوع وبدأتي بقوة، والآن الحمد لله أصبحت رئيسة المجلس البلدي، وهذا طبعا منصب سياسي يعتبر من أهم المناصب في المدينة. خلينا نبدأ من البداية، طفولتك، أين بدأت الطفولة؟ أي كيف كانت الطفولة؟ طفولتي كانت بغزة، وأنا مش بنت مدينة، يعني أنا بنت قرية، أنا بنت جباليا، فبلشت هناك وكنت عم بروح على مدرسة جباليا البلد بالابتدائي والإعدادي والثانوي. عندي 3 إخوة، والدي طبيب كان وما زال بعمل كمان بالسويد طبيب، فهناك بلشت الحياة معنا. خليني أحكي يعني بيئة غزة النمطية، خليني أحكي بكل مميزاتها وبظروف الحرب اللي كمان اعتاد عليها الشعب الفلسطيني، فأنا كنت جزء من هذا المجتمع. إذن كل دراستك كانت في المدرسة في غزة؟ مش بس المدرسة، أنا درست الابتدائي الإعدادي الثانوي، ودرست جامعة بجامعة الأقصى بغزة، فأنا جيت على السويد بال2014، فما صار لي كتير سنوات فعليا هون بالسويد. فأنا إيش أكثر في البكالوريوس؟ كان صحافة وإعلام، خلصت بالجامعة تخصص إذاعة وتلفزيون، فيني أحكي كمان. اشتغلتي في المجال ولا لا، ولا طلعتي في دايركت؟ لا، اشتغلت فترة كتير بسيطة بالمجال، ما اشتغلت كتير بغزة، بس كمان كان في مشاريع عن طريق اليونيسيف كمان كنت عم بعمل فيها. اوكي، انتقلت على السويد 2014، يعني تقريبا قبل اقل من 10 سنوات، 9 سنوات، 8 سنوات، 8 سنين. اوكي، صار لي هون 8 سنين. وشو سبب الانتقال؟ كان تغيير الوضع، تحسين الحالة النفسية الاجتماعية، ظروف الحرب أكثر شيء. الحرب مرة 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 إنه صار الموضوع كتير صعب، وصار إنه أنا بنتي وانولدت بغزة بال2012 بشهر 9، بشهر 11 2012 كان في حرب على غزة،
ووجود طفل بالحياة بيعمل فارق. فأنا شفت كأم كيف اختلف الوضع علي. طبعا كنت بخاف بكل حرب، بخاف على حالي، بخاف على أهلي وعلى كل الناس اللي بحبهم، بس لما صار في طفل كنت بتمنى إنه بنتي تعيش تجربة طفولة أفضل من اللي إحنا عشناها بظروف الحرب. خليني أحكي، يكون بدي إياها تعيش حياة طبيعية. تفضلي. فوقتها صار انه لا، انه الوضع مع الاسف عم يزداد سوءا وما عم يصير شيء. ويا عالم اليوم الواحد نجا منها بهاي الحرب، بس شو يصير بالحرب الثانيه ما انه معروف. هيك ثاقبت الامور وما بعرف، بس انا كثير بآمن اوقات في تخطيط رباني. اللي صار انه اختي اتزوجت واحد مقيم بالسويد، وكانه في حد بحكي لنا انه يعني احنا عم بنفكر بالهجره وبسبب الاوضاع، وفجأة كمان في أخت إلنا صارت بالسويد. فإنه صار إنه خلينا أحكي الموضوع بشكل كمان طبيعي، إنه صرنا عم نعرف حدا بالسويد. عرفت كيف؟ لم شمل العائلة تقريبا. لم شمل العائلة، نعم. فهي انتقلت بالسويد 2013، 2014 كنا إحنا موجودين عندها كمان. طبعا في أي وقت أنا بعمل لقاء مع خاصة مع أطفال من غزة، دائما بيحكوا لي إحنا حابين نعيش الحياة الطبيعية، حياة الطفل. نعم، يعني هم مش عم بطلبوا شيء أوفر، مش عم بطلبوا لا شيء إنه أبدا. والله بدنا معالق من ذهب ناكل فيها، لا، عم بطلبوا نعيشوا حياة الطفل، إنه يقدر يعيش في العيد، يطلع يعيد وينبسط، يطلع ينبسط مع أصحابه على البحر، يقعدوا نعم، يعني أشياء طبيعية. الله يعينهم والله يفرج عنهم يا رب. تمام أستاذة، تمام، معلش أحكي لك تمام، إحنا خلص تمام، احكي لي خلص تمام. ايه عن جد، الاسم بلاش حلو هيك. استاذ وهيك، الله يسعدك. تمام، السويد، كيف بدأت الرحلة في السويد؟ هل البداية كانت معسلة وجميلة جدا أم بدأت بصعوبات؟ تجربة اللجوء ولا يمكن تكون تجربة سهلة. أنا بحكي إنه اللاجئ، تعرف كأنك بتاخذ شجرة بتشيلها من تربتها، من بيئتها، من هاي المناخ والجو المتعود عليه، بتزرعها ببيئة مختلفة تماما عن بيئتها ومناخ كثير جديد عليها ومطلوب منها تنجح. تجربة اللجوء لا يمكن تكون سهلة، هي صعبة، تختلف درجتها طبعا، درجة الصعوبة بين شخص وآخر، بس لا، الطريق جدا كانت صعبة. يعني احنا جينا على السويد حكينا هي انه مرحبا، وبعدين ولا شيء تاني، وبدك تلاقي شغل ومعي طفلة صغيرة انه عمرها انه سنتين بهذاك الوقت. لا، الموضوع جدا كان صعب. بديش احكي لك عن اختلاف الجو. نحن جينا هون الجو كثير كان بارد، يعني حتى الاواعي اللي احنا لابسينها مش مهيئة لبرد السويد، عرفت؟ صحيح. فلا، البدايات كانت جدا قاسية. واللغة اللغة كانت كمان صعبة. بتعرف في فرق إذا حدا إجا طفل أو إذا حدا إجا بعد العشرين بده يتعلم لغة، فكمان ما نسهل الموضوع. فأنا دايما بحكي لما أنا اخترت أشتغل بمطعم، لأنه الصدفة كانت كالآتي، إنه أنا حدا عزمني على بيتزا، فرحت على مطعم فسمعت انه اللي بيشتغلوا هناك بيحكوا عربي بلهجه عراقيه. فانا بحكي يلا عرب. قام حكى لي وقتها، وكان عمي، فحكى لي معظم الناس اللي ماسكين المطعم بالسويد من اصول عربيه او كرديه. فانا حكيت مجال العمل اللي مش حيكون الا بهذا المحيط، لانه انا اللغه اللي بتقنها عربي، ففيني اتفاهم مع الناس هناك، عرفت؟ إذا بدأت في مطعم أنت. نعم، بلشت بمطعم. يعني انا بلشت فعليا انه انا صممت اني اشتغل. فأنا أول ما جيت على السويد، أول أسبوع لإلي عند بيت أختي، سحبت حالي وبلشت أنا أشوف وين في مطاعم بالمنطقة، عرفت؟ وأروح يعني على أساس أشتري بيتزا. أنا ما بدي أكل بيتزا، أنا بدي أحكي مع الناس، أحكي لهم إذا بدكم في حدا يشتغل أنا موجود. فالناس كانت اشتغلتي بمطعم، لا عندك خبرة، لا بتعرفي على الكاسة، لا بتعرفي اللغة السويدي، لا ليش نوظفك؟ بس اخر شيء مش الحال، كرمال الكل كان بيحكوا عربي. فبلشت يعني بمطعم، بلشت انه شو واحد بيشغل بمطعم، ما كنت بعرف اعمل بيتزا، انه بيجي الصحون وبروح بيساعد وبيجيب وبحط. هيك كانت البدايات. يعني الشغل مش شغل مش عيب أكيد، ولكن ابدا. البداية صعبة دائما، وهذا بنحكيها دائما لكل القادمين الجدد، ولكن هذا لا يعني أنها ستكون هي النهاية، بالعكس هي لا، البداية. والاشغال، شوف، اهم شيء الانسان يشتغل بمجاله بالشيء اللي بحبه. هون ما في صح او خطأ، هو بس كان اني انا
خلصت صحافة وإعلام، تمام، وأنا كنت دائما بالجامعة بختار يا إما صحافة وإعلام يا إما علوم سياسية، لأنه كان في هدف بحياتي. فإنه الصعوبة بتكون إنه الإنسان في عنده طريق، بس لازم يبلش بمنطقة معينة، عرفت؟ ما في يستنى بحياته ببلد غريبة علي، ما حدا يجي يحكي تفضلي خذي الوظيفة اللي أنت بتحلمي فيها. وظيفة الأحلام الواحد ما بيحصل عليها، الواحد بياخذها بعد تعب وأيام وسنين. خليني أحكي، طيب اللغة السويدية كيف بدأتي فيها وكيف أتقنتيها؟ اللغة السويدية تعتبر مش صعبة يعني، مش سهلة. لا، منا لغة سهلة. بنفس الوقت اللي صار انه انا بلشت ادرس بمدرسة اللغة، هلا بالمطعم ما تعلمت سويدي، تعلمت كردي لانه كنت بشتغل مع اكراد، بتعرف كيف. بس بلشت اتعلم لغة، وكنت فعليا يعني مثلا بس بلشنا كمبتدئين، انا كنت بروح على المكتبة وباخذ كتب اكبر يعني مستوى اعلى، وبصحى من 5 الفجر بدرس قبل ما اروح على المدرسه، بعد المدرسه بروح على شغلي. فانا قلت لمعلمتي، انا فتت الاس اف اي اللي هو مدرسه تعليم اللغه السويديه تقريبا بالشهر الرابع الخامس يعني اخر الصيف شهر الرابع، قلت لها انا قبل اجازه الصيف بشهر 7 بدي اكون مخلصه. ضحكت قالت لي حلو الانسان يكون عنده اهداف، بس انا ما حدا مرق علي خلص اللغه بشهرين، عرفت؟ لا، بلشت اخذ نماذج امتحانات متوفره، وبلشت اقرا كتب، وكنت بجلس لساعات طويلة لأنه كان في عندي هدف لازم أخلصه. وطبعا بس خلصت هذا الشيء ما كنت بحكي سويدي، كنت بدبر حالي اسمع، عرفت؟ لأنه هاي المرحلة الأولى من اللغة، فإنه الواحد بيصير شوي شوي يدبر حاله يعني بالمحادثات البسيطة. خليني أحكي، نعم، قررت أنت بعديها تكملي دراستك في السويد، لو نعم، تحكي لنا عن هذا المشروع. اول شيء عملت انه بسموه انه كورس ميني ماستر، انه عملته انه بالانجليزي، انه اللغه السويديه ما كانت كتير انه منيحه عندي، كان له علاقه بالهجره والمهاجرين. بس بنفس الوقت اللي صار انا بدي اخذ شغل تاني، ووقتها كانت الحكومه السويديه بتعمل انه في ناس عم بتساعد اللاجئين الجدد، تمام، يفوتوا بسوق العمل، ناس حلو، بتساعدهم ياخذوا خلينا نقول دورة تدريبية او يتدربوا بشي مكان عمل بعدين يحصلوا على وظيفة. فانا بلشت ادور على شغل، ابعت السيفي تبعي انه السي في هون هون وهون، ما حدا بيسأل عني مين بده ياخذني، اسمي تمام ابو حميدان، مقيمة بالسويد من اشهر، فما كان عندي اصلا امل. فانا قلت ما في الي اني البس اخذ السي في تبعي، انا مخلصة من غزة يعني انا دارسة تعبانة حالي، واقابل الناس. فرحت شفت شخص سويدي بشركة سويدية بدور على شغل، قلت له انا بدي اقدم على هاي الوظيفه اساعد الناس يلاقوا الشغل. قال لي انت اصلا ما لك بالسويد 6 شهور 8 شهور، كيف بدك تساعد الناس؟ قلت له انا اخذت يعني انا حصلت على وظيفه اتعامل بالسويد من اول اسبوع، فانا بعرف التقنيه، انا بعرف شو الناس محتاجه، اعطيني فرصه جربني. بسموه انا براكتيك، عرفت؟ انه بياخذونا تحت التدريب يعني بدون راتب، منا وظيفه. قلت له خد جربني، اذا ما تطورت وما مشيت وكذا انا ما راح ازعل منك، قول لي ما في مجال. فبلشت هناك انه 2 شهر تحت التدريب، وبعدها حصلت على اول عقد عمل لإلي بالسويد بشركه سويديه. حلو، فهيك بلشت الشغله. بنفس الوقت كنت انه بدي اللغه تصير انه على انه لغه اكاديميه، عرفت؟ انه اصير احكي بطريقه افضل، اصير اكتب اقرا. فوقتها بنفس الوقت كنت عم بشتغل بشركة سويدية مع السويديين، وكمان عم كمل بدراستي ومعادل شهاداتي، حلو. وهذا الشيء أخذ مني تقريبا سنة، تمام. بس خلصت، بس عادلت الشهادات وأخذت إنه بسموه يعني أعلى شيء باللغة السويدي، عرفت؟ إنه الإنسان يكون لغته أكاديمية. خليني أحكي، ما بدي أحكي مصطلحات سويدية حتى كل الناس تفهم يب. علينا. فانه حكيت يعني كان في هون بسموه مكتب العمل، هي وزاره يعني هي تابعه للدوله، مؤسسه رسميه، انه كمان بيساعدوا فيها الناس يلاقوا الشغل. فقدمت عليها ونادوني على الانترفيو، فانا بلشت اشتغل هون يعني بمؤسسه حكوميه سويديه بتساعد الناس على انهم ياخذوا الشغل بعد 2 سنين من وجودي بالسويد. ووقتها بس اخذت الوظيفه واخذت عقد دائم وكنت كثير مبسوطه، وكان كمان شغل كبير انه اوف ما لها 2 سنين بالسويد واخذت هيك وظيفه، وكثير كنت فخوره بحالي، وكنت عم ساعد كمان ناس تانية لاجئين وخاصه من سوريا عم يجوا انه مع بعض عم نشتغل وهم كمان ياخذوا الشغل. حسيت انه انا كثير بحب مجال القياده. القياده هو انه انت تاثر، انك تكون مع، انك تغير للافضل. فحطيت الهدف انه اعمل ماجستير بالقياده واداره المؤسسات الحكوميه بجامعه مالمو، ووقتها كان بالسويدي.
وكمان هون كان في تحديات، انه ناس بتحكي لك بس انت اصلا يعني الجامعه عندك درسها بالعربي، كيف بدك تفوتي تكتبي رساله الماجستير بالسويدي؟ اذا بدك بيمشي الحال، بتتعب بتسهر بيكون الموضوع صعب بس بيمشي، اذا الانسان عن جد امن بحاله وتعب واجتهد. وكان مهم شوف استاذ جمال او دكتور جمال شو ما حكينا كلاجئ لازم انا اثبت اني انا موجوده عشان الناس تشوفني صح. انا وقت كثير بحكي رساله الماجستير عملتها مش عشان اثبت لحالي، عشان اثبت للغير ويشوفوني انه لا احنا بيطلع منا. اي نعم لي 3 سنين بالسويد بس انا عملت ماجستير وباللغه السويديه. يعني انت حكيتي كلمتين جوهريتين، الاولى انه في ناس كتير حواليك احيانا بحاولوا يحبطوك، قد يكونوا بدون هدف، يعني مش هدف احباط، لكن قد تكون حتى العائلة، والله انت لسه مالكيش كتير، حرام بلاش تدخلي هالتجربة يمكن تفشلي، يعني حتى احيانا بحطوا الفشل قبل النجاح في البداية. والشيء الثاني ان يعني يجب تؤمن بنفسك، يعني الايمان بالنفس، طبعا الايمان بالله هو الشيء، ولكن الايمان بالنفس هو أهم مفتاح للنجاح، أن تؤمن أنك تستطيع وتستطيع وتستطيع. المعترك السياسي، يعني هذا عالم كبير جدا، ويمكن إحنا اللي من دول عربية أقل ناس بنحب ندخل هذا المعترك، لأنه في بلادنا بنعتبره ليس بالمعترك الناجح أو النظيف، خلينا نحكي بنحاول نفكر أنه والله الانتخابات هاي كذب، الحكي كله كذب. انت لا، اصريت انك تدخلي حزب سياسي وتمثلي هذا الحزب بعدين في البلدية. لو تحكي لنا عن كيف بداية المعترك السياسي، ليش دخلتي الحزب السياسي في السويد؟ اول شيء كل شيء بحياتنا له علاقة بالسياسة، كل شيء بحياتنا. انا دائما بحكي من وقت ما انا هون بالسويد، تمام، بصحى من النوم بترك بنتي على المدرسة، هاي المدرسة وكيف ترتيبها وكل شيء سياسي، لأنه المدارس هون بالعادة تابعة للدولة. الراتب اللي أنا باخده مين حدد بهاي الدولة شو أقل حد للرواتب؟ كلها قرارات سياسية. وأنا طول حياتي كنت مهتمة بالعمل السياسي، ما بعرف يمكن لأني فلسطينية. أنت بتحكي إحنا مش إحنا مهتمين بالسياسة بس إحنا بنخاف نخوض المجال السياسي. هون عشت التجربة الديمقراطية، أنا أول مرة صوتت بحياتي كان بانتخابات 2018، وأنا كنت واحدة من الموجودة على الليستة على القائمة للمجلس البلدي، بس كنت رقم 14 15، عرفت يعني ما كنت انه رقم متقدم. مع ذلك كانت فرحة، كانت شيء مهم. انا بآمن بالتغيير وبآمن انه احنا لازم يكون في ناس بتمثلنا، لانه إلنا خصوصيتنا، فلازم يكون في حد بوصل كمان هذا الصوت ويكون موجود. فانا تواصلت مع الحزب اللي انا شفت انه بآمن فيه، اللي معتقداته هي الاقرب لإلي. وهناك بلشت. وبالبداية زي أنا حكيتها، يعني أنا كنت بروح بحضر اجتماعات عم حاول أفهم، لأن ما كنت فاهم الشيء، كيف الوضع السياسي هون، كيف اللعبة السياسية هون، عرفت مين بياخد القرار وكيف تنحل الأمور. وبعد ما نزلت على الليستة بانتخابات 2018 أنا حطوني عنا بالبلدية. البلدية عنا طبعا المجلس البلدي هي أعلى هيئة لاتخاذ القرار، وعنا لجان في البلدية هون مسؤولة عن المدارس ابتداء من الحضانة للابتدائي الاعدادي، وحتى مدرسه تعليم اللغه السويديه البلديه المسؤوله عنها. فانا كنت بهاي لجنه التعليم وما كنت عضو دائم، انا كنت عضو اذا حدا غاب انا بروح مكانه، فحتى لما كنت بحضر ما كان لي صوت. وبلشت هيك من 2018 اني كنت محطوطه على الليسته رقم 14 15. خلال هاي ال4 سنين، لانه احنا هلا فايتين على انتخابات بالسويد بال2022 انه شهر سبتمبر، بعطوني مهمة بعملها دائما على أكمل وجه، بعمل كل شيء باستطاعتي. فشوي شوي عم بتجرأ يعطوني كمان واحدة، عرفت كيف كمان واحدة؟ لا البنت هاي شاطرة ما لها كتير بالسويد بس بتزبط أمورها، أعطوها تكون عضو دائم. فهيك تطورت. خلال هاي الفترة صرت نائبة رئيس المجلس البلدي، ولحد هون أنا بحكي إنه حلو الحديث، عرفت؟ وكمان نائبة رئيس لجنة التعليم، ويعني لجنة التعليم عنا كتير مهمة. وكانت الأمور ماشية وأنا جدا سعيد وعم بعمل باستطاعتي وعم بنشوف إنه فينا نغير. وعمل يعني صار في ضجة هون بالسويد وبالمدينة اللي أنا عايشة فيها والمحافظة، إنه كيف يعني إنه حدا ما له كتير بالبلد عم يوصل إنه بالمجال السياسي. قبل تقريبا سنة ونص سنتين الرئيس السابق استقال لأسباب صحية،
وبدي احكي لك انه صدقا انا فوجئت، انا كنت بعرف انه في لي دعم الحزب، انا كنت بعرف انه الناس بتآمن فيها، بس انا ما توقعت انه يكون في اجماع علي انه من كل اعضاء الحزب، خلينا اقول للناس بمثلهم انه بدنا تمام تكون هي رئيسة المجلس البلدي، بيقولوا ستروم. لحتى بالبداية انا خفت انه اوف، يعني انه انا عرفت كيف؟ انه يعني حتى لو انا بحكي سويدي، بتعرف انا لهجتي ما انا سويدية 100%، يعني انا بس احكي الناس بتعرف اني انا ماني مولودة بالسويد. بس اخذت الاشي لانه كان لازم الانسان، يعني لازم الانسان يكون عنده جرأة، وانا بحكي لازم الانسان يآمن بحاله، ومشيت الامور وصار لي بهذا المنصب هلا تقريبا سنتين، وحاسة التجربة من اروع ما يمكن. طبعا انت حكيتي بموضوع مهم اللي هو دخول الحزب، ومن الحزب بدأتي في الموضوع. لو تحكي لنا شوي عن الحزب اللي انت دخلتي فيه سريعا. حزب الاشتراك الديمقراطي، وانا دخلت فيه لاني انا لما جيت هون انا انبهرت بهاي الدوله، انا انبهرت بالسويد، نظام المؤسسات، عرفت كيف؟ انه انا اذا مرضت انه في، خلينا اقول، تامين صحي بغطيني بغض النظر انا مين، اذا انا طالع من عائله فقيره او عائله غنيه فانا في عندي مجال اتعلم واصير بالضبط شو اللي انا بدي اياه واتمناه. لما درست بالتاريخ وشفت اخر 100 سنه هذا الحزب حكم السويد حوالي 88 سنه منهم، هذا الحزب الاشتراكي الديمقراطي هو اللي بنى دولة المؤسسات، مجتمع الرفاهية. بالنسبة لإلي دولة الأحلام، لو هي ما دولة الأحلام كان أنا كلاجئة ما إجيت وصلت اللي وصلته. فأنا صرت، صار عندي هذا الخيار، خلينا أقول إنه أكيد هذا الحزب اللي أنا رح أكون معه لأني أنا بآمن بهاي القيم. ببساطة خليني أحكي، طيب انت كتمام لك سنتين الان في رئاسه هذه البلديه، ايش الانجازات اللي بتعتبري انت سويتيها وممكن تضعيها فخر لك في هذه البلديه؟ هلا بالبدايه بدي احكي لك شوي عن الوضع السياسي عنا. ثاني اكبر حزب عنا بالبلديه بعد الحزب الاشتراكي الديمقراطي هو حزب اليمين المتطرف. بالبلديه اللي جنبنا بالضبط جارتنا، اليمين المتطرف هو اللي ماسكها لاول مره بالتاريخ يمسك بالمحافظه عنا. فبهاي الظروف وبهذا المناخ السياسي، لما تيجي واحدة لاجئة فلسطينية بال 2014 اللي دائما نتهم انه احنا جبنا معنا الارهاب والاجرام و و و وفي هاي الصورة النمطية عن العرب، هاي بحد ذاتها كرمزية، عرفت، خلت المناقشات السياسية تختلف، لانه صار هذا الحزب بس يكون عم بناقش يقول العرب، انا واحدة عربية، انت عمين بتحكي، عرفت كيف؟ صار الموضوع لا انه ما تضلكوا تعمموا، لانه هاي الصوره ما الصوره الصحيحه، الصوره إلها كثير انه خليني وجوه، خليني احكي. هذا بحد ذاته كان انجاز، وهذا عمل صدى كثير حلو لإلنا كلاجئين، عرفت، لانه كل حدا فينا شاطر بمكانه، بيبدع من المنطقه اللي هو فيها، ان كان طبيب، ان كان مدرس، ان كان سياسي الى اخره. انا حاولت كثير اطور انه نظام تعليم اللغه السويديه هون، على سبيل المثال خلال هاي الفترة الناس بهذه البلدية، النساء خلال فترة بسموهم الأمومة هون بالسويد، على كل طفل أنت بتقعد حوالي سنة بالبيت في لهم مجال يتعلموا لغة سويدي. هذا حلو. القرار أنا وحدة ساهمت فيه، أو أنا خليني اللي اقترحت القرار وعملت أنه يكون موجود، لأنه أنا بهمني كامرأة أدعم نسائنا كمان، إنه نسائنا يفوتوا سوق العمل. ولاحظنا إنه خلال هاي الفترة اللي صار، إنه بحكم إنه المرأة بتقعد مع طفلها بالبيت وهو رضيع، وممكن يكون عندها طفل واثنين وثلاثة، فبتتأخر باللغة، وهذا الشيء بعيق تقدمها بالمجتمع حصولها على فرصة عمل، على سبيل المثال. الشيء الثاني مثلا، إنه أنا بدي أحكي هلا إنه بأمور اللاجئين، السنة اللي فاتت كان في اقتراح من حزب اليمين انه يتم منع الحجاب بالمدارس هون بالسويد. وكمان كان هذا الشيء انه طبعا حزب الاشتراك الديمقراطي واحنا اللي ماسكين هون المجلس البلدي اكيد رفض هذا الموضوع، وانا واحدة اللي كنت عم بحكي اللي انتم عم تعملوه او بدكم تعملوه هون بالضبط مثل ما بتحكوا انه في جماعات متطرفة تجبر المرأة على الحجاب، فأنتوا نفس المبدأ عم تعملوه، بتعطي لحالك حرية إنك تقرر شو هاي المرأة تلبس أو ما تلبس، عرفت طيب. كيف؟ فعسى بالمثال هذا بدي أحكي عن أمور اللاجئين. بس طبعا إحنا هون كتير حاولنا إنه نطور البلدية على كذا مستوى، إن كان على مستوى المدارس، إن كان على مستوى مشاريع، إن كان على مستوى المكاتب. بلس إنه أنا الوضع اللي أنا إجيت فيه ما كان أفضل وضع، أنا إجيت بوضع كورونا، فأنا بتهيأ لي أول مجلس بلدي
كان خليني احكي لايف، انه يعني بجلسة عادية، الباقي كله كان اونلاين لحد لما رجعنا هلا. فانا مسكت بظروف التركيز كله فيها كان على كورونا، وهلا ازمة اوكرانيا، فاحنا كثير عم بيجونا اوكرانيين على هاي المدينة، صرنا ماخذين حوالي 150 اوكراني. فالظروف اللي انا كنت فيها ما كان، خلينا اقول افضل ظروف كمان، يعني كان في تحديات موجودة. أكيد أكيد، هو المجلس البلدي بشكل عام هو يعتبر من أهم الأماكن اللي بتهم المواطن، لأنه معظم الخدمات طبعا بتيجي من البلدية، فأكيد بيكون بالضبط، الحمل كبير، ولكن موضوع الكورونا كان تحدي، وأنا يعني فخور باللي أنت أنجزتيه. المستقبل، هل تنظري إلى البرلمان الفيدرالي أو البرلمان الكامل للسويد؟ نعم. وأنا حكيت هذا الشيء، أنا اليوم ممثل الممثل خلينا أقول المرشحة الأولى لأولوستروم للبرلمان السويدي، ورقم 5 على المحافظة اللي أنا فيها. هذا الشيء كثير بيسعدني. ما حدا بعرف شو بصير، يعني أنا اليوم موجودة بمجلس إدارة المحافظة وموجودة بالبلدية، بس أنا بعرف إنه التأثير بالبرلمان بيكون بشكل مختلف تماما. فأكيد، لانه زي ما حكيت لك، مهم الموضوع. انا عندي مش تمام الموضوع، منه انا الموضوع، انه احنا لازم يكون في ناس بتمثلنا وبتمثل صوتنا. واللي عم بصير انه عم بنشوف كل يوم والتاني كتير بصير في تصادم ثقافات، تصادم حضارات، وفي السويد بلد رائعة بس في تحديات موجودة. فانا بآمن بالتغيير، بآمن انه في شغلات فيها تكون افضل، بس لازم احنا نوصل صوتنا صح، بأسلوب صح وبطريقة صح. وإن شاء الله تنشوف شو بصير، شو يعني شو المستقبل راح يكون مخبي لنا. بس أنا كثير سعيدة بالدعم، يعني الدعم مش بس من الحزب، أنا بحكي الدعم عن إنه الجالية العربية والإسلامية هون، إنه طول الوقت إنه بس يحكوا لي تمام، إحنا وراك، إحنا كثير فخورين فيك، إحنا بدنا حد يوصل صوتنا. هذا الشيء بقوي مركزي كمان أنا هون بالمحافظة وبالبلدية، إنه أنا ماني لحالي، إحنا مجموعة. أكيد أستاذة تمام، بدي منك في النهاية رسالة. أول رسالة راح تكون للشباب العربي اللي موجود في المهجر. أنت صبية شابة، أعتقد في بين الثلاثينات والأربعينات، في منتصف الثلاثينات. بدي منك رسالة للشباب اللي هاجر وضايع مش عارف شو يسوي، شو نصيحتك له؟ أنا ما بحياتي ما حكيت إنه الطريق سهل. وعشان أكون صادقة معكم، أنا كنت بعرف إنه شي مرة رح وصل، بس ما كنت بعرف إمتى. بحياته الطريق ما بيكون سهل، وكمهاجر لازم دائما يكون الجهد مضاعف، هذه حقيقة وهذا واقع وما فينا نحكي شي تاني. بس الحل هو واحد، إنه الإنسان يآمن بحاله. علينا واجبات، علينا مسؤوليات، إلنا حقوق بهاي البلد، نعمل فيها لأنه في مجال. أنا بقول بالسويد في الواحد يكون شو ما بده إذا هو اشتغل على حاله صح، المهم الإنسان ما ييأس. بعدين أنت ببداية المقابلة حكيت شيء كتير حلو، في أوقات بيجي الإنسان بنصدم بواقع إنه مثلا حدا ما مشيت أموره لسبب أو لآخر، فبحكي لك لا لا ما تجرب، هون بالسويد إحنا بنشتغل بس بهاي المجالات. منه مزبوط هذا الحديث، في صعوبات بس كل شيء ممكن إذا الإنسان اشتغل على حاله. وهذه أهم رسالة بدي أوجهها. ولما أنت حكيت على الانسبيريشن، لما أنا بشوف حدا ناجح عرفت، فهو عن جد بلهمني إنه في أمل. اللي إحنا محتاجينه بالمهجر إن كان بالسويد أو بدولة تانية هو الأمل. اشتغل على حالك صح رح توصل، إذا مش اليوم بكرة، بس لازم الإنسان يبلش. ولما تبلش ما فيك تقرر انا اليوم معي شهاده 1 2 3 من بلدي فبدي اشتغل فيها ديركت. اوقات بمطرح ما لازم الانسان يقدم تنازلات. الرسالة الثانية، الانخراط في العمل السياسي، هل بتنصحي فيه ولا لا؟ ابعدوا عنه، سياسة زيها زي بلادنا العربية أو غيرها. لازم، هون كل صوت بفرق. هون العملية الديمقراطية مش زي دول الشرق الأوسط، عرفت إنه بغض النظر صوتت ما صوتت في واحد إنه مسبقاً عارفين مين راح يكون الرئيس، لا الوضع منه هيك هون، الوضع جداً مختلف. وإذا أنت ما أعطيت صوتك في إنسان تاني حيستغل هذا الصوت. بنشوف بأوروبا خاصة اليوم إنه حتى عندكم إنه كمان بأمريكا وبكندا إنه في المناخ بسرعة عامة عم بتوجه لليمين. فمهم جدا احنا نكون كمان بالسياسه، احنا مهم نكون بكل المجالات وخاصه العمل السياسي، حتى نعرف نتواصل مع الاخر لكل المجتمع. بالنهايه المصلحه وقتها بتعم على كل المجتمع. جدا مهم. واكثر شيء بحكيه بالانتخابات هلا ب 2022
كتير مهم الكل يصوت، خاصة إنه في كتير نسبة لاجئين صار معهم جنسيات. هذا حق لإلك وواجب للدولة اللي أنت فيها، فلازم إحنا كمان نمارس حقنا الديمقراطي، جدا مهم. احنا دائما موضوع الانتخابات هذا موضوع حساس، ودائما بنشجع المواطن انه ينتخب، لانه هذا الحق اللي احنا معظمنا اجينا عشان نستغله ونستفيد منه، ومحرومين منه في دولنا صراحة. وحق الدولة اللي احنا موجودين فيها انه نعطي صوتنا، الصوت الواحد دائما بغير وبعمل فرق. نعم ما تفكر انه زي دولنا الموضوع ما بغير، لا، احنا في عندنا ناس هون فازوا بفرق صوت واحد. يعني انا نعم بتذكر الانتخابات الماضية صوت واحد، هذا الشخص اللي راح صوت في الساعة 8 قبل ما تسكر هو اللي غير نتيجة التصويت. فانت يمكن ان تغير التصويت، ودائما تذكر انه تصويتك لا يخدمك لوحدك فقط، بل يخدم مستقبل ابنائك. يعني دائما فكر في ابنائك لانه هم المستقبل، وهذه الانتخابات ستغير في المستقبل. ف و تفضلي. الشيء اللي كنت بدي احكيه انه تخيل انه اليوم بانتخابات 2022 واحد من كل 4 من اللي بحق لهم الانتخاب هو من اصول اجنبيه. بمدن الكبيره زي مثلا مدينه مالمو شي 45% من اصول اجنبيه، فاحنا اليوم صرنا عدد، بس الاشي مش بالكميه، الاشي انه كمان نقدر ناثر بطريقه ايجابيه. فالحديث اللي انت هلا عم تحكيه هو اشي جدا مهم، ولازم احنا نامن انه هون فينا فعليا نعمل فرق، والصوت الواحد عن جد بفرق. وحتى لو في حد مثلا بيقول انه طب تمام لو انت وصلت البرلمان شو رح تعملي انت وحده، لا ابدا منه هيك الموضوع، كل رساله الانسان بوصلها بتعمل فرق، وهذا الشيء لازم الإنسان يعرفه ويآمن فيه ويمارس حقه الانتخابي أولاً وأخيراً. صدق أستاذ تمام. يعني احنا بنحكي دائما في موضوع السياسة، إذا لم تغير من داخل الحزب لن تغير أي شيء في الحزب، حتى لو وضعت يمكن البداية، لأنه يمكن بعدها يجي شخص آخر أو شخصين أو ثلاثة وتزيد هذه. وهذا شيء مهم جدا جدا، يعني في كل الأحزاب السياسية يجب الانخراط في الحزب السياسي للوصول إلى هذه دولة مؤسسات كما قالت أستاذ تمام. وحتى عندنا في كندا تقريبا نفس الشيء. أستاذ تمام، أنا في نهاية هذا اللقاء بدي أعطيكي دقيقة دقيقتين، بتحبي تشكري أحد، تحبي توجهي رسالة لأحد، المنبر مفتوح لك، تفضلي. قبل ما أشكر أي حدا، فالشيء اللي أنا بدي أحكيه إنه النقطة أنا كتير استوقفت لما أنت حكيتها، شو هي الدولة اللي أنا بدي أسلمها لبنتي بكرة بس تكبر؟ إحنا إجينا هون لسبب. لما أنا بشوف كيف التيارات المتطرفة، خلينا أقول اليمين المتطرف عم يكتر، هذا الشيء منه بصالح الكل، عرفت؟ أنا بدي أعيش بمجتمع السويد زي ما عرفتها، السويد المتسامحة، السويد الإنسانية، حقوق الإنسان، حقوق الأطفال، هاي السويد اللي أنا بدي أحافظ عليها. فهذا الشيء تذكروه لما تروحوا عن جد تعطوا صوتكم لحدا. بالنسبة لإلي أول حدا بدي أشكره هو والدي، لانه حتى بوقت ما كانت الظروف صعبه وعم برجع بتعرف من المطعم وكل طحين ومبهدله والساعه 11 بالليل وهيك، فبقول لي انت بتتعب حالك وحتوصلي. اوقات بدنا احنا حد يقولنا يثق فينا حتى واحنا بالقاع، عرفت؟ لما احنا ثقتنا بحالنا بتكون مهزوزه. اما الناس الثانيه اللي بدي اشكرها طبعا غير عائلتي وبنتي اللي دائما الواحد بحكي عنهم، هو اللاجئين اللي عم يعطوني صوتهم، اللي عم يثقوا فيا، اللي عم يدعموني زي ما هم فخورين فيا، انا جدا فخوره فيهم. وصدقا هاي مش انه كلام لانه هون على الاعلام، انا بس اروح انا على البورت سنترال على المستوصف والاقي الطبيب عربي ما بتتخيل فرحتي، وبس اروح على المدرسه وتكون المعلمه عربيه، هذه النماذج بدنا نسلط الضوء عليها، مهم جدا. انا بقول دائما قبال كل نموذج سلبي بيكون موجود او الاعلام بتحكي عنه بالسويد، بدنا احنا نجيب 10 نماذج ايجابيه لانه موجودين وكتار، وظيفتنا نسلط الضوء عليهم ونفتخر ببعض ونساعد بعض. أكيد رسالة مهمة جدا، وأنا أتمنى لك أستاذة تمام كل التوفيق والنجاح. يعني وصلتي كما قلت من القاع إلى القمة، وإن شاء الله نراك في أعلى القمم يا رب، لأنه أنت مثال للشاب أو الشابة العربية اللي لا تحب أن تعيش بين الحفر، بل تحب أن دائما أن تكون في أعلى الجبال. نتمنى لك كل الخير، نتمنى لك كل التوفيق، ونتمنى كل شاب وشابة أن يستفيدوا من خبرتك
ويستفيدوا من المسيرة اللي سرتيها. سنوات بسيطة جدا ولكن أنجزت الكثير. إخواني، كما قلت لكم أني في كل حلقة أتعلم الكثير. اليوم تعلمنا من الأستاذة تمام أن الحياة تبدأ أحيانا بكيس طحين، ولكن قد تنتهي بصانع قرار لكيس الطحين. نتمنى لكم كل الخير، تصبحون على ألف خير، نراكم في حلقة قادمة. شكرا جزيلا، مع السلامة.